وايد قاعد تطرحونها من المجلس الماضي ولا الان، تغيير النظام الانتخابي وتعديل النظام الانتخابي. شنو تعديل النظام الانتخابي؟ ايش تقصدون فيه؟ ايش تبون تسوون؟ تعديل نظام الصوت، خلي النظام صوتين. تبون صوتين؟ نعم، صوتين والدوائر بعدين، لكن صوتين وخمس دوائر، ويكون القانون الانتخاب من داخل، تبدا تغييره من داخل المجلس، ويعني وسع المشاركه الشعبيه. في قبول اللي كان عندهم عذر ان الصوت الواحد انا ما شارك فيه، أي. لانه من خارج قاعه عبد الله السالم. اليوم القانون تغير من قاعه عبد الله السالم. في قبول للصوتين لدى النواب؟ اللي اسمعه في الاكثريه في قبول، اللي اعرفه. والقانون ما طرح لحد الان في اللجان تعديل، لكن اللي اسمعه من اخوان النواب انهم قابلين بالصوتين، لترك اصلا الصوتين لترك مساحه للناخب لاختيار النائب، تعطيه مساحه اكبر، تعطيه افضل من افضل من الصوت الواحد، فهي مساحه في الاختيار. ترى الحكومه ممكن توافق عليه ولا ما يناسب هذا القانون؟ نناقشه معاه باللجنه احنا ابو حسين. كل شيء ترجع الحكومه، اذا ما تعاونت انا اقول لك ما في شيء يمشي. كل شيء يطرح لازم التعاون مع الحكومه، لازم التعاون الحكومه معانا عشان يمشي. ونناقش باللجان، في لجان موجوده في المجلس تتناقش هذه القوانين باستفاضه كامله من مجلس الحكومه، وبعدين يعرضها على المجلس. قانون ما يجيك كذي يلا تعال يلا هذا قانوني تعال تعاون وياي، لا بعد مو صحيح. قانون يجي باستفاضه كامله باللجان، يدرس ويقرا ويناقش ويعدل، بعدين يرفع مجلس الامه. بس تعال اقعد على الطاوله خلينا نتناقش خلينا نتكلم. خلي يكون في حوار وطئ، خلي يكون في يعني تنسيق بين الحكومه والمجلس، انه يكون تنسيق وطني شعبي.